عبر الهاتف من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، سنبدأ من الحادث الأخير، ما المعلومات المتوفرة عن مقتل الضابطين وهل لهما أي علاقة ببعضهما نسبة إلى التوقيت الذي حصلت فيه؟ بالنسبة لاغتيال الضابط الأول، فقد كان في منطقة إنماء أو حي إنماء. الضابط هو في المخابرات اليمنية، وكان اغتياله بواسطة دراجة نارية، مسلحين على دراجة نارية قاموا باغتياله في حي إنماء. التوقيت كذلك كان بالنسبة لاغتيال الضابط الآخر، وهو في البحث الجنائي، في تحريات البحث الجنائي هنا في منطقة المنصورة بمدينة عدن. الاغتيال كان بواسطة سيارة، غير أن الاتفاق هو أن المسلحين الذين قاموا أو نفذوا عمليتا الاغتيال لاذوا بالفرار. الكثير هنا في مدينة عدن يتمنى أن تلتفت الحكومة اليمنية لتحسين الوضع الأمني، التي خصوصا وأنهم شهدت المدينة عدة اغتيالات في مختلف الأحياء، وبالذات في حي المنصورة الذي تم فيه كمان اغتيال قبل عدة أيام أحد الموظفين الإماراتيين في حي المنصورة بمدينة عدن. ماذا عن الأوضاع في تعز وإب نبيل؟ هناك الآن اشتباكات في حي أو في منطقة الضباب غرب مدينة تعز. غارات جوية شنت على مختلف الأماكن التي يتمركز فيها الحوثيين، وصول تعزيزات كبيرة للمقاومة الشعبية باتجاه وادي الضباب، وهي جاءت من اتجاه منطقة المطراخ التابعة لمحافظة تعز أو بجبل صبر، باتجاه منطقة المطراخ لتعزيز المقاومة الشعبية التي تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في تلك المنطقة، والتي تعد ذات أهمية كبيرة في حال انتصرت المقاومة على الحوثيين في وادي الضباب بمدينة تعز. كذلك في محافظة الحديدة كان هذا اليوم أكثر أو أعنف الغارات التي شنها طيران التحالف على جزيرة زقر على البحر الأحمر، حيث شن أكثر من 32 غارة على تلك الجزيرة. هناك غارات أخرى كذلك شنها طيران التحالف على محافظتي صعدة وحجة شمال اليمن لمعاتبة الحوثيين في تلك المناطق. نعم، شكرا جزيلا نبيل اليوسفي، كنت معنا من عدن.